الله، الدعوة والشغف بها، حب الدعوة والشغف بها التي اختص بها أصحابه، كما دعا النبي أبي بكر فقال: لا، إني رسول الله أدعوك إلى الله، إنه رسول الله ونبيه، بعثه ليبلغ رسالتي، يدعو إلى الله بالحق، فهو الله، إنه لحق لا يدعو أبو بكر إلى الله وحده لا شريك له، لا تعبد غيره، والموالاة على طاعته. فجعل الله دعوة رسوله لعمر بن الخطاب في قول رسوله: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما دعا عثمان بن عفان فأسلم وقال عثمان: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فهو رب السماء والأرض، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون لا إله إلا الله. ودعا الرسول علي بن أبي طالب حيث قال الرسول له: هذا دين الله الذي اصطفى لنفسه وبعث به الرسول، فادعوك إلى الله وحده لا شريك له، وإلى عبادته، وأن تكفر باللات والعزى، وإذا لم تسلم فاكتم. صفة أصحابه الكرام أنهم خير أمة خرجت للناس، وأن الله نظر في قلوب العباد فاختار أنصار دينه، فما رآه المؤمنون حسنا فهو حسن، وما رآه قبيح فهو قبيح، فالصحابة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، هم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونقل دينه الحنيف، كان أكثر الناس صياما وأكثر صلاة وأكثر اجتهادا، هم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة الحق، الزاهدون في الدنيا والراغبون في الآخرة، أبي بكر وعمر وعلي شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، اتباعه اتباع، قالوا على رسول أنه نائم، بل إن العين نائمة والقلب يقظان، وهو أقام لداره مأدبة، إن الدار الجنة، والداعي محمد، فمن أطاعه أطاع الله الآمر الناهي، وأصحابه رضي الله عنهم حمادون يحمدون الله، الرسول فخف مفخم يتلألؤ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، شديد سود العين، يبدأ بالكلام من لقيه بالسلام، كان رسول الله متواصل الأحسان لا تغضبه الدنيا وما كان لها، وإذا فرح غض طرفه، جعل ضحكه تبسم يخزن لسانه، يتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس، يقبح القبيح، كان لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر، يعطي كل الجلساء نصيبهم، السير النبوي يمنع مصادر القوى الإيمانية وتشعل بها مجامع القلوب العاطفة الدينية، إنها تاريخ رجال جاءتهم دعوة الإسلام فآمنوا بها، وضعوا أيديهم في أيدي الرسول وكانت عليهم أنفسهم، واستطافوا المرارات والمكارات في سبيل الدعوة إلى الله، وصدرت عنهم عجائب الإيمان بالغيب وحب الله لله والرسول، صداقة النبي في قولك الحمد لله الباعث الوارث العلام، حب النبي في حب الموصوف بأوصاف الجلال والجمال، الإخلاص للمنزه في عزته وكبريائه عن تخيلات الشكوك، عشق النبي في اللي خاص بالسعادة، أقوام قطعوا النهار بالصيام لازم في الليل، القيام تزهدوا في الدنيا وتزهدوا فتنتها،
نأمن أنه لا إله إلا هو نشر للأنا موجودة وتمت حكمته فرض محبة رسوله الكريم وجعلها شرطا في صحة الإيمان، فلا يؤمن أحد يحب نبيا على جميع خلقه والنفس.